السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب الله أوقاتكم يا إخوان أينما كنتم من إندونيسيا. معكم مغربي، تقطعت لي السبل هنا في إندونيسيا إخوان. أنا كان ناشدكم من منصة الأستاذ صلاح المتواجد في لندن. إخوان، أنا كنت متزوج هنا في إندونيسيا من تاريخ 2015، وكنت غبت في أيام كورونا تقريبا 3 سنين ونصف، وكنت كنت أعمل في دولة قطر وأنفق على الزوجة، عندي معها ولد واحد عمره الحين 8 سنوات، كنت أنفق عليها وعلى الولد وعلى كل شيء، عملت بيت وكل شيء. أخوان، أنا ما ساعدتنيش الوقت أني نسافر من قطر إلى إندونيسيا، كانت كورونا، كانوا سدي المطارات. أرنا فش فتحوا المطارات 2022 في شهر 9، أنا سافرت جيت لإندونيسيا يا اخوان، كنت فاجئ ما لقيت لا ولد، خدات لي كل شيء، خدات لي الولد وخدات لي كل شيء، كنت ابعت لها اموال، كنت خدات كل شيء واختفت هي، ما راحت اخوتي، وانا بقيت هنايا حاصل قطعت بيا السبل. المشكله انه اندونيسيا اللي يدخلها سهل، لكن يحرق فيها صعيب باش تطلع، صعيب باش يخرج الانسان. عندهم قانون يحكم بمليون في النهار، هنا مليون روبيا في النهار، يعني تقريبا شي 70 دولار تقريبا، هذا هو القانون عندهم في اندونيسيا. وانا اخوتي بقيت الله غالبا، انا جيت غير على اساس شهر واحد ونرجع لخدمتي، وكنت فاجئ بالمشكل هذا اخوتي. انا ما حتى تلاقيت الاخ صلاح وحكيت له المشكل ديالي ونشدتكم منه الحين. أخوتي كطلب منكم اللي يقدر يعاونني يساعدني، الله يرحم لكم الوالدين. أنا هنا مقطعة بيا في السبل، ولا حنين الله يرحم هنا في بلادة الناس. أنا ماشي كيما أوروبا كيمسكو الإنسان حارق يديوه يبعتوه طيارة خالصة كل شيء خالص. أنا لا أخوتي، هنا يمسكو الإنسان جوازات ولا الهجرة كيخليه في الحبس حتى يسوي الوضع ديالو عادي يقدر يسافر. وانا اخوتي ما بغيتش نطيح في المشكل هذا، انا ما حدني انا حر، انا كنناشدكم الحين، ما حدني انا حر، انا كنناشد اخوتي. الله يجازيكم بالخير الاخوان، ويرحم لكم الوالد، اللي قدر ما يتساعد معي يتساعد معي، الله يجازيكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.